صباح الخير منيا، صباح الخير زملائي في الاستديو، كل من يشاهدنا على الشاشه الفضائيه الكويتيه. مثل ما احنا عودناكم دائما في لقاءاتنا الجميله المميزه في جميع انحاء دولتنا الغاليه، لكن احنا نبارك للهيئه التعليميه في الهيئه العامه للتعليم التطبيق والتدريب، يعني في مبنى جديد وهو ديوان عام الهيئه العامه للتعليم التطبيق والتدريب في منطقه الشويخ والصرح الجميل التعليمي المميز. راح ناخذ اكثر واكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور احمد الاثري، مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب. نقول لكم دكتور مبروكين ويعطيكم العافية، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور، الله يبارك فيك ويجزاك الله خير. جزاك الله خير دكتور. ما شاء الله مبنى جميل جدا، مبنى مميز، مبنى ما شاء الله صرح تعليمي جميل جدا. حنقول لكم نبارك لكم في هذه التهنئة، لكن ودنا نتكلم عن، تعطينا نبذة عن هذا المبنى. هو ممكن تكرم اكثر من مبنى في موقع واحد. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا باستكمال واستلام هذا المبنى تكون الهيئه العامه للتعليم التطبيقي انجزت المشروع الخاص في مجمع التكنولوجي الصحي في منطقه الشويخ. المخطط هذا وضع له في عام 1999، وباستلام هذا المبنى نكون انجزنا جميع المشاريع المرتبطه بهذا الموقع. المبنى الرئيسي هذا طبعا يحتوي على 22 دور، 17 دور من الخدمات الإدارية للإداريين، مكتب الوزير والمدير العام والموظفين وبقية الإدارات، بالإضافة إلى 4 أدوار أخرى للخدمات اللي هي الكهرباء والتكييف والماء، بالإضافة إلى خدمات المراقبة الآلية والحاسب الآلي. المبنى هذا يحتوي أيضا على مبنيين بطول 130 متر، كل مبنى فيهم مختص في مجال معين. الأول مختص بالمصادر التعليمية لتقديم خدمات متكاملة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والباحثين والدارسين في كل المجالات، خاصة يحتوي على مكتبة إلكترونية، مصادر تعليمية من أرقى المصادر التعليمية المتطورة في العالم. والمبنى الثاني يحتوي على الخدمات الخاصة في الطلبة الدارسين والمتدربين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وملحق في هذا المبنى أيضا مسجد يشيل 800 مصلي، بالإضافة إلى مسرح يشيل 1200 من الجماهير اللي ممكن تحضر هذا المسرح. دكتور نتكلم كذلك أنه ما شاء الله احنا الهيئة التدريسية والتعليمية في التطبيق يمكن تحتاج لها مواقف سيارات، هل اتخذتوا الاحتياطات الكاملة في مواقف السيارات في هذا المبنى؟ يمكن أكثر من مبنى أو 5 مباني في موقع واحد. لا، أكثر من 5 مباني، نتكلم احنا على كلية دراسات تكنولوجية بنين وبنات، الصحية بنين وبنات، كلية التمريض، المعهد الصناعي شويخ، معهد صلاة الملاحة، بالإضافة إلى معهد الطاقة ومعهد التمريض، يعني مجمع متكامل. طبعا من أساسيات التخطيط أنك يجب أنت أو البناء أنك لازم تحط مواقف تشيل الجميع بحيث أن الناس لما تدخل وتطلع بكل أريحية. المبنى هذا بالذات في أكثر من 1050 موقف للإداريين، بالإضافة إلى المواقف الخاصة في المعاهد والكليات. كل المعاهد والكليات المتواجدة في هذا المجمع فيها مواقف بالسرداب ومواقف أرضية، يعني المواقف إن شاء الله ما راح تتعبنا نهائيا في عملية دخول وخروج الطلبة والإداريين داخل المجمع التكنولوجي إن شاء الله. دكتور حتى نشوف كذلك أن تصميم هذا المبنى تصميم جميل جدا، يعني يمكن أنت ما تطلع من أي مكان، من مبنى إلى مبنى، من مكان إلى مكان، ما شاء الله يعني المكان في موقع واحد، حتى يمكن الطالب أو الدكتور بينتقل من موقع لموقع يكون كل شيء جريب يمه. هذا القسم من المبنى، هذا القسم من إنشاء المبنى في هذا المكان. طبعا لما تتكلم أنت على مبنى متكامل كامل إداري، هذا يعطي الهيئة الإدارية القدرة على توفير خدمات متكاملة للجميع، سواء لأعضاء هيئة التدريس للتدريب، توفير كافة الخدمات اللي ممكن يحتاجونها مثل ما قلت لكم. بنفس الوقت ربط الكليات والمعاهد مع بعض، يعني الحين عندنا احنا حاليا في المبنى هذا موجودة وحدة إلكترونية تخدم كل الكليات وتراقب كل الكليات والمعاهد، وممكن اي عطل يحصل في اي كلية او معهد احنا ممكن نكتشفه من خلال المركز الالكتروني اللي موجود في هذا المبنى. يعني هذا سيستم جديد موجود اللي هو يغطي جميع المباني اللي عندنا. اي نعم، سيستم جديد راح يغطي جميع المباني اللي موجودة عندنا، سيستم الكتروني بحت يبين لنا اذا كان في اعطال او في امور معينة ممكن ناخذ فيها اجراء سريع قبل ما تتفاقم. دكتور ممكن لو نتكلم عن المبنى هذا الان، المبنى الجديد، لكن المبنى القديم اللي هو في العديلية راح تستخدمونه في شيء ولا راح جميع الهيئة التعليمية والتدريبية والتدريس كلهم راح ينتقلون الى هذا المكان؟ لا طبعا احنا مبانينا لما نبني مبنى معين لازم نحط لنا خطة عملية استخدام المباني القديمة شلون، على اساس ما يكون في ويست اوف ماني او انه يكون في تكلفة على الدولة واضاعة اموال الدولة. المبنى اللي موجود هناك راح تستمر في بعض الادارات اللي منها عمادة القبول والتسجيل راح تستمر لفترة هناك، بالاضافة الى الحاسب بالآلي راح يكونوا موجودين هناك، عمادة شؤون الطلبة، عمادة خدمة المجتمع لتوفير خدمات للمجتمع في منطقة قريبة من السكن المستفيدين من هذه الخدمات، بالإضافة إلى النقابات، نقابة العاملين، اتحاد الطلبة،
راح يستمر مواقعهم في المباني القديمه ان شاء الله. احنا نقول لكم دكتور الله يعطيكم العافيه، عساكم على القوه على هالمبنى الجميل جدا، ويعني حتى تصميمه رائع، يعني حتى ما شاء الله الساحه الخارجيه ممتازه، التصميم المعماري ما شاء الله زي ما شاء الله، يعني حتى طول المبنى 22 طابق. اي نعم طول المبنى، يعني شوف من ضمن الامور اللي انا يعني جربتها، المبنى هذا بالاضافه للمجمع التكنولوجي اصبح ايكون للكويت. حاليا اي طياره تجي تنزل في مطار الكويت لابد ان يمرون على هالمبنى الرفيع هذا ال 22 طابق، بالاضافه الى الملاعب والمجمع. حتى من الطياره انت راح تشوف منظر جدا جدا جميل ومباني متكاملة وتخطيط جدا سليم لهذا المجمع اللي الحمد لله احنا نفتخر فيه، مو بس احنا كهيئة عامة التعليم التطبيقي والتدريب، نفتخر فيه كأبناء الكويت لهذا الإنجاز. دكتور ان شاء الله متى راح يكون يعني الهيئة التعليمية او الإدارية راح تكون ان شاء الله في هذا المبنى؟ احنا ما شاء الله نشوف تقريبا شبه جاهز الآن. اي نعم طبعا تم استلام مبدئي يوم الخميس اللي فات بحضور معالي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس. حاليا احنا في صدد الاستلام النهائي للمبنى والتأثيث. احنا نتوقع حسب التوقعات اللي موجودة عندنا والمخطط اللي حطيناه ان شاء الله من الان خلال 8 شهور راح نكون ان شاء الله متواجدين في هذا المبنى وندير العملية التعليمية من هذا المبنى ان شاء الله. يعني من الان خلال 8 شهور ان شاء الله راح يكون ان شاء الله الموظفين والامور كلها موجودة ان شاء الله، راح يكون كلهم موجودين بمجرد انتهاء المصانع من الاثاث، لان حاليا عطيناهم الاوردر للتصنيع، بدأوا في عملية التصنيع وتجهيز الاثاث، اول ما يوصل الكويت ان شاء الله راح يكون كل قطعة أثاث اوريدي تم تحديدها بالمخطط، يعني المصنع عارف ان المكتب هذا وين راح يكون، في اي دور، في اي مكتب، في اي لاي موظف، فعلى طول راح تجي من الميناء تركب في مواقعها وان شاء الله ننتقل نقلة كاملة ان شاء الله. لو نتكلم انها في خطة مستقبلية لكم، انتم راح تفتحون مثلا بعض المجمعات في محافظة الجهراء وفي محافظة الحميدية، الله يعطيكم العافية، يعني بدل ما يتعنى مثلا الطالب يوصل الى الشويخ او يوصل العرضية لكن لم يكون عنده مجمع او كلية موجودة عنده في المحافظة، هذا أسهل له. صحيح، احنا طبعا السنة هذه إن شاء الله لله الحمد نبشر أهالي الجهرة إن السنة هذه أول سنة راح يكون لنا موقع في منطقة الجهرة التعليمية لكلية التربية الأساسية لتدريس بناتنا من بنات أو سكان منطقة الجهرة، بحيث إنه ما يتعنون لمنطقة العرضية والمبنى هناك متكامل للطلبة المستجدين إن شاء الله. أما عن خططنا المستقبلية إن شاء الله، احنا بدينا حاليا في عملية التصميم لثلاث مشاريع كبيرة أخوي نجيب. المشروع الأول في منطقة صباح الأحمد راح يحتوي على مجمع كليات ومعاهد بنين وبنات. المشروع الثاني عندنا مشروع في منطقة جابر الأحمد، مشروع أيضا متكامل لكليات ومعاهد الهيئة، بالإضافة إلى المشروع الأخير اللي راح يكون في منطقة الجهرة إن شاء الله. وبعد الانتهاء من هذه المشاريع راح تكون إن شاء الله الطاقة الاستيعابية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي من طلاب وطالبات تصل إلى أكثر من 80,000 طالب وطالبة. نقول الله يعطيك العافية وعساك على القوة الدكتور أحمد الأثري مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وعساكم على القوة، يعني ما شاء الله مجهود عمل كبير جدا جبار اللي هو ما شاء الله كذا. يعني الحلو أنك بعد وفرتوا ان كليه في محافظه الجهراء، يعني اساس ان بناتنا واخواتنا بدل ما يتعنون الى الشويخ او يروحون مثلا الى العرضيه يكون لهم في مكانهم في 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 يعني في منطقتهم. اي نعم يعني هذه من ضمن يعني نقول رساله الهيئه ان نوصل للجميع في اماكنهم ونحاول نقدم لهم الخدمات التعليميه بدون ما نعنيهم في المشاوير، وبنفس الوقت نخفف من الزحمه داخل الديره. يعطيك العافية الدكتور أحمد الأثري مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وعساكم على القوم، نقول لكم مبروك للمرة الثانية والثالثة والرابعة على المجد. شكرا دكتور يعطيك العافية، وشد الكرم كنا معكم في هذا اللقاء الحي المباشر من مبنى ديوان عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة الشويخ الجديد. إن شاء الله خلال 8 شهور إن شاء الله راح يكون جميع الهيئة الإدارية ومع المدير العام راح يكون موجود إن شاء الله في هذا المبنى. راح نرجع لربع زملاء في الاستديو لتكملة الفقرات الحلوة المميزة لبرنامج صباح خير زملائكم الهواء، تفضلوا.